عندي مشروع طبعا قبل اسبوعين اخذت جائزه افضل طاهي في مسابقه هوريكا. كان طبقي هو برجر. من الفكره هذه سويت المشروع حقي. فكرتي سندوتشات غير عن الهوتراك الثانيه. نقدم سندوتشات واطباق او السندوتشات هذه كلها من الكاري. في البدايه اول ما دخلت مجال الطهي كان حلمي ان يكون عندي فود تراك، ومن الفود تراك يصير عندي مطعم. والحمد لله بديت في المشروع هذا، وخطوه ان يكون عندي ان شاء الله سلسله مطاعم. مشروعنا احنا نسوي كستمايزبل تي شيرتس وهوديز وسويترز كابس، عندنا خواتم حتى. نخدم طلاب المدارس والجامعات، فمثل ما برا عندهم مثلا جامعات زي ستانفورد وهارفرد عندهم الهوديز حقتهم، نبغى نسوي نفس الشيء بس لسوق الخليج. ليش سوينا المشروع هذا؟ لاحظنا ان الناس عندهم مشكله في الجوده الموجوده هنا في البلد، فالمطابع الموجوده مره جودتها سيئه، فقلنا نقدر نقدم شيء مختلف ونقدر نوصل للزبائن بطريقه مختلفه وطريقه جديده وحديثه. فهذا اللي خلينا نبدا. مشروعه عبارة عن إنه نطلع عن الأفكار المعتادة، بحيث إن لما الواحد يكون عنده مناسبة الناس يكتبوا له ذكريات، فبدال ما يكون الناس تكتب له بكتاب، فلا يكتبوا له على زي القلوب اللي شفناها قبل شوي تتعلق في شجرة أو على لوحة، أفكار ثانية، وكمان ننسق ورد صناعي وطبيعي على حسب الطلب. احنا عندنا تيربنز تنلبس باربع اشكال مختلفه، شيء مبتكر. احنا طورنا الفكره هذه، وعندنا كمان عبايات من تصميمي الخاص. اللي عندها افكار تبدا ما تتاخر. يعني انا شاركت في هذا البازار، قلت اذا ما شاركت في هذا البازار ما حيجيني الشجاعه اني ابدا واشد حيلي، لاني موظفه كمان، هذا ماي سايد بزنس، هذا جست كذا يعني فور مي تو هاف فن وانبسط فيه يعني. فبالعكس عندك فكره ابدئي وما حتخسر شيء، بالعكس حتكسر 100% انك جربتي وخضتي التجربه.